ولا رمزي تعالى بقى احط لي التمثال بتاع اخناتون ده مكان التمثال بتاع ام نحطب على طول ده قبل ده. حاضر يا دول عينيا. حاضر. حاضر ايه؟ مش تعرف الاول انا بقول لك حط ده مكان ده ليه؟ اه صحيح يا دول. الا صحيح يا دول، انت عايزنا احط ليه تمثال ام تحلب قبل تمثال الملك اخنافون؟ ام تحلب. طب عديت لك ام تحلب، التاني اسمه اخنافون، ده ايه كان فرعون عنده لحميه ولا ايه؟ انت ما تسالش، انت تنفذ اللي انا بقول لك عليه وخلاص. حاضر يا دوله، مش انت اللي قلت لي اسال يا دوله دلوقتي؟ اسال من غير ما تبين لي ان انت بتسال، اسال من غير سؤال، انت فاهم؟ لا هو غباوتك دي. يعني بص يلا يهبل يهبل، دي اسره ودي اسره، انا برتبهم حسب الاسر يعني. ترتيب عائلي يعني. بتتكلم ليه وعائلي؟ هتعمل لي فيها يعني فيلسوف؟ هو ترتيب اسري، الاسره مثلا ال 12 قبل الاسره ال 13 قبل ال 14، نفذ وانت ساكت. حضرة دولة، بقول لك يا دولة احنا بقى لنا اسبوع دلوقتي عمالين نرتب الاسر دي والتماثيل دي يا دولة وما في مفيش زبون. انا عارف مفيش ولا زبون بيدخل، بس ان شاء الله هيجي لنا زبون، لما يخش زبون يلاقي كل حاجه مترتبه. واي نعم كل يوم زي التاني، بس هنعمل ايه؟ لا يا دولا، هو مش كل يوم زي التاني بقى، اذا كنت يعني تتكلم بصراحه، احنا امبارح كان التلات والنهارده الخميس اهو، يعني في تغير. امبارح التلات والنهارده الخميس، والاربع فين يهبل يهبل؟ يا دولا يمكن يكون الاسبوع ده جه ناقص يوم على فكره. يا دولا الاسبوع ده رمضان، رمضان هو اللي بس فيه 29 فيه 30 كده اهو، لكن الاسبوع هيجي ناقص وزائد. اهبل، انت عارف يالا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولا؟ اقول لك انا. اللي اخترع الاسبوع ده يا رمزي الفراعنه. لا يا راجل. آه. يا راجل ازاي يا دول؟ احكي لك احكي لك. استنى دول، اوعى تحكي يا دول، استنى. يلا بسرعه دول، اقفل باب البازار يا دول. يا ابني مقفول زي مفتوح، سيبك. انا بس عايز افيدك بخبرتي يالا يا رمزي، حاجه تستفيد منها يعني، المعلومات اللي عندي مش عارف اوديها فين. الله يا مدرسه الله. قول يا دول. اقول بص يا سيدي، كان زمان بقى ايام الفراعنه الاسبوع ده كان خمس ايام بس. خمس ايام يا دولا؟ واللي اخترع الاسبوع ده كان راجل بيقسط للفراعنه بقى. بيقسط ايه دول؟ بيقسط لهم بقى ايه اللي هي ادوات منزليه ومستلزمات معابد وكده يعني، فهو بقى اللي قال لهم الاسبوع خمس ايام يا اخوانا. دولا طب والاسبوع ده خمس ايام ازاي يعني يا دولا؟ يعني اول يوم في الاسبوع اللي هو الحد اللي هو واحد يعني. تاني يوم اللي هو الاثنين. ايوه يا دولا صح. تالت يوم اللي هو التلات. رابع يوم الاربع. خامس يوم الخميس. شفت؟ الله ده سهل قوي يا دول. طب والجمعه يا دولا؟ لا الجمعه بقى كان اجازه، بيتجمعوا كلهم بقى الفراعنه مع بعضهم، يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن بقى واتاري وكده. الله يا دول. طب والسبت يا دولا بقى؟ السبت اي لمطتك دي اللي هتخليني ما احكيلكش حاجه. قوم يلا قوم يلا، شوف شغلك يلا. ايه دولا بقى بقى؟ شوف شغلك. شوف شغلك. ايه هنقعد نهزر؟ وافرض زبون جه لا قدر الله. بقول لك ايه يا كابتن؟ كابتن ايه يا استاذ؟ هو حته فين امال؟ مش عارف والله يا استاذ، انا لما جيت ما لقيتوش. ما لقيتوش؟ طيب هات لي واحد شاي يا صاحبي. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه يا كابتن؟ هو انت اسمك ايه؟ نصر. نصر؟ حكيم انا وانا صغير سربت احلبيس ثلاثه على لساني فسموني نصر. سموك نصر؟ طب هات لي واحد شاي يا نصر. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه؟ لازم يكون الشاي سخن يعني. لسه على لسانك يا استاذ. يا عم انت مالك، هو لسانك ولا لساني؟ لسانك يا استاذ. طب خلاص. ماشي ماشي. ولا نص ولا نص ولا نص. ايوه يا استاذ. مين ده؟ لا نص. ده حته يا استاذ. ده حته؟ حته. وايه اللي عمل فيه كده؟ ازاي اتغير يعني؟ سبحان العاطي الوهاب بعد السبسب والقباب. السبسب؟ انت شكلك بتحقد عليه. يعني يا استاذ بحسده. بتحسده بس يعني؟ طب يلا اتكل على الله هات لي الشاي. ماشي. حته انا حته انا حته. ايه يا استاذ عادل في ايه؟ انا حته انا حته. ايه يا استاذ عادل في ايه مالك؟ ايه يا حته؟ ايه اللي انت بتنرفز عليا ولا ايه؟ يعني فعلا سبحان العاطي الوهاب من بعد الثبثب والقباب، انت ما شاء الله ايه اللي عمل فيك كده يعني؟ لا انت كمان هتقعد يا استاذ عادل؟ لا بعد اذنك انا مش فاضي وعندي شغل لو سمحت. عندك شغل ايه؟ ده انت اساسا فاتح اللابتوب واكيد بتلعب جيمز ولا حاجه. لا يا استاذ عادل انا بشوف البورصه بتاعتي وصلت لحد فين دلوقتي.
البورصه؟ طب وانت مالك ومال البورصه دي؟ لا خلاص، ما انا بقيت في الموضوع ده من زمان بقى. انت عارف الصدفه يعني بتلعب دورها. واحد صاحبي كلمني على موضوع البورصه ده، فدفعت 5000 جنيه، فجاه بقوا 30000 جنيه. 30000 جنيه؟ 30000 جنيه من 5000 جنيه؟ بتقدر يعني ايه ده؟ ما شاء الله يعني، ولا ايه؟ انت تحسدني ولا ايه يا استاذ عادل؟ لا مش بحسد، بس يعني 5000 يطلعوا 30000 مره واحده كده يعني؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى. وانت عارف طبعا ان انا طول عمري مغامر، غامرت بال 30000 جنيه ودخلت بيهم البورصه تاني، ووصلوا 50000 جنيه. 50000 جنيه يعني ال 5000 طلعوا 50000 جنيه؟ وطبعا بقى سبت القهوه ورحت اشتغلت في البورصه بقى. قهوه ايه؟ مش انت كنت شغال هنا في القهوه ولا انا متهيألي ولا ايه؟ لا خالص، عمرك ما اشتغلت في القهوه؟ خالص، اكيد حد شبهي. واسمه حته برضه يعني، سبحان الله. طيب بقول لك ايه، بالنسبه لشغله البورصه دي يعني ينفع انا اشتغل في البورصه واسيب حكايه البازار دي؟ لان زهقت من البازار والبازارجيه، والكار ده مش بتاعي صراحه، انا كنت داخل فيه تدبيسه يعني. تعرف حد يشغلني في البورصه؟ والله يا استاذ عادل اصل الموضوع ده محتاج ترتيب يعني، انت محتاج حد يظبط لك الليله من اولها لاخرها بقى، يقول لك تعمل ايه وتتصرف ازاي، او تقعد مع حد مثلا يكون خبير بورصه. خبير بورصه؟ هي دي شغلانه اللي هي بتاعت خبير البورصه دي؟ لا ده في خبير بورصه وفي خبيره بورصه كمان. خبير البورصه يعني هي نفسها اللي تقول لي بقى تشتري ايه وما تشتريش ايه وتبيع امتى وتشتري امتى يعني؟ بيبقى لها كوميشن على فكره، بتاخد منك نسبه. كوميشن اللي هو نسبه ايه؟ لا يبقى انت مش اكيد حته القهوجي، حته استحاله يقول كوميشن يعني. طب والخبيره دي يعني مين اسمها ايه؟ اسمها سهام الاسهمي. سهام الاسهمي؟ هي عشان تبقى بتشتغل في الاسهم تبقى اسمها الاسهمي؟ دي تبقى خبيره جامده جدا يعني. حضرتك يا استاذ يعني ممكن تديني نمرتها يعني؟ استاذ عادل حضرتك بتتكلم بجد ولا زي عادتك بتتريق؟ لا ما بتريقش ابدا. وانت تعرفني منين؟ ما انت مش حته القهواجي يبقى انت ما تعرفنيش. الكلام كده مش عاجبني، سهام واسهمي وبتاع. حضرتك عاوز تليفونها ولا عاوز طلبات كتير؟ لا لا عايز تليفونها. تدهوني انا؟ يا حاضر. صباح الخير. صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل. من فضلك عاوزه الاستاذ عادل سعيد. عادل سعيد؟ مين عادل سعيد ده؟ هو في حد قال لك ان هو شغال هنا؟ مين عادل سعيد؟ ايه يهبل يهبل، مش عارف ان انا عادل سعيد يلا. لا يا دولا، ما هي ما قالتليش دولا يا دولا، وبعدين انت غيرت اسمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، انا الانسه سهام الاسهمي، خبيره في تداول الاوراق الماليه والبورصه. اهلا وسهلا، ده انا في انتظارك، اتفضلي. اهلا وسهلا. والله خبيره خبيره يعني يا دولا. روح هات حاجه ساقعه اجل اتكل على الله. حاضر يا دولا. دولا اجيب الحاجه الساقعه دي، ساقعه ولا سخنه؟ روح للراجل قول له حاجه ساقعه هو هيفهم. فريره فريره يا خبيره. سيبهم اطلع بره اطلع بره بره. الواد ده مجنني حضرتك يعني، متخلف يعني. عارفه مره عمل معايا؟ مفيش وقت يا استاذ عادل، ندخل في الموضوع على طول. ماشي ندخل في الموضوع. حضرتك يعني انا كنت عايز يعني احط فلوسي في البورصه واكسب 50000 جنيه زي الواد حته. مين؟ يعني عشان اكسب فلوس في البورصه يعني اعمل ايه؟ بسيطه قوي، الفكره كلها في شراء مجموعه اسهم ماليه بثمن معين، ولما بتغلى تبيع. ابيع واكسب زي الواد حته. مين حته؟ لا حضرتك اتفضلي كملي. وبتشتري الاسهم دي من شركه ناجحه جدا، وبعدين بتجيب لك عائد مادي كويس قوي. ماشي حلو حضرتك خلاص. وبما ان انت اسمك سهام الاسهمي، فانت هتنقلنا كام سهم كده حلوين على ذوقك يعني، اهم حاجه يكسبونا. وتفضلي حضرتك ادي الفلوس اهي. كام دول حضرتك؟ دول 5000 جنيه بس. دول مش كفايه يا استاذ عادل، علشان تكسب في البورصه لازم تغامر بفلوس كتير. يا ريت تزود لنا المبلغ ده شويه. ماشي حضرتك احاول ازودهم، اخد دول بقى ازودهم واجيبهم تاني. لا 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 خليهم، هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركه المنسوجات الحراريه. منسوجات الحراريه؟ بس مش ملاحظه يعني ان الدنيا هتبقى حر شويه على الفلوس، وخصوصا ديمتينات يعني. طب خلاص اشغلهم لك في شركه الكابلات الهوائيه. الكابلات الهوائيه؟ لا فلوس والهواء وبتاع. لا لا والنبي شوفي لي اي حاجه ارضي. انا عرفت طلبك، هشغلهم لك في شركه الاتصالات السريه. ايوه السريه، انا اهم حاجه عندي الكتمان. يا رانيا يا حبيبتي البورصه فرصه وطالعه مش نازله، دي فرصتك يا رانيا، اوعي تضيعيها من ايدك. نو واي يا عادل، انا سبق وقلت لك ان انا ما بحبش موضوع البورصه ده يا عادل، لان انا قريت في بورصه النفوس. النفوس ايه؟ هو احنا هنتاجر في العبيد؟ بورصة النفوس ايه اللي انت قريتيها؟ يا عادل ده كتاب اسمه البورصة والنفوس، بيقول فيه ان النفوس البشرية بتتغير تغير كامل وبتصبح نفوس نفسوية من نفسنا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد الراجل اللي ألف الكتاب ده راجل منافس اساسا، مش عايز اي حد يكسب غيره.
يا سناء يا سناء يا حبيبتي، الفلوس بتاعت الدروس الخصوصية اللي انت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل بقولك ايه، اطلع من دماغي، مالكش دعوة بفلوس الدروس الخصوصية بتاعتي. كفاية قوي ان الفلوس دي اساسا منظورة. انت اصلك مش عارفة انا هاخد لك اسهم في انهي شركة بالظبط؟ بقولك ايه، انا مش عايز اشترك في البورصة دي يا اخي. اعرفي بس الاسهم اللي انا هاخدها فين، وانت والله هترتاح لو عرفت. فين فين؟ شركة الاتصالات السرية. شركة الأسهم في شركة اتصالات سرية. قال أنا مش عايزة اشتري في البورصة دي يا أخي، مش عايزة. وبعدين الأسهم في إيدك تصدي، يعني لو بتكسب تفشل بعون الله. أنا اشتري. قال يا ماما دي مضمونة ومكسبها مضمون، ده مكسبها عالي جدا، بس ما تقلقيش يا عادل. ما حد يا عادل، أنا ما بحبش الأسرار في حياتي، أنا حياتي أوبن مفتوحة. سيحي شركة الاتصالات السرية، بلاش تقولي اسمها بصوت عالي. وبعدين دي شركة مش معروفة، ما حدش سمع عنها قبل كده. ما وضع طبيعي، مش سرية، لازم ما حدش يسمع عنها. يا عادل يا ابني، أنا مش فاهمة حاجة من الحكايات بتاعتك دي عن البورصة، كل اللي أنا أعرفه البوسطة وبس. يا ماما هي البورصة شبه البوسطة بالظبط، يعني بتدخلي فيها فلوس تولد لك فلوس كتير. طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت. لا لا ما تقلقيش، الفلوس بتاعتك أوديها لك لدكتور كويس إن شاء الله يعني، وهتولد فلوس كتير يعني. يا ماما دي حاجة أنا واثق منها يعني إن شاء الله، المهم تجيبي فلوسك بس. منين يا حبيبي؟ ما معيش والله. يا سلام، هو كله معهوش يا ماما. طب وانا بقى هعمل ايه في الشركه بتاعت الاتصالات السريه دي؟ ده محدش راضي يعبرها حتى ولو برنه. حماتي انا عارف طبعا ان انت اكتر واحده في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصه. نو يا عادل، نو، انا مش هخش في البورصه دي خالص، جامي جامي جامي. طيب جامي ليه؟ عشان انا ما بحبش اخش في تجربات، انا احب اخش في وقائع. ايوه بس على فكره البورصه ده واقع، وبقى واقع ملموس، ولعلمك ممكن تكسبي منه كويس قوي. نو يا عادل، اي كانوت. انت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصه لما دخل في 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 شركه اسهم بتاعه تقاوي قطن، وخسر كل الفلوسات بتاعته. طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي اسهم؟ لان تقاوي الاسهم على ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانه. ياسمين ياسمين، تعالي 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 تعالي. مين حبيب بابا؟ أنا. مين؟ روح بابا، تعالي تعالي. ازيك يا ياسمين؟ ياسمين طبعا أنا عارف إن أنتي محوشة فلوس كتير من العيديات اللي أنتي كنت بتاخديها، يعني كنت بتاخدي عيدية مني ومن ماما ومن خالته ومن عمته ومن تيتا ومن تيتا، فطبعا معاكي حصالة مليانة، وأنا عارف كل ده ومطنش. في ايه يا بابا؟ خش في الموضوع. حاضر يا ست، هخش في الموضوع. الحصاله بقى اللي انت محوشه فيها الفلوس الكتيره جدا اللي عندك دي، انا عايزها عشان اخد منها الفلوس عشان استثمرهم لك بقى في شركه المصاصات السريه. ايه رايك؟ اتفضل. معقوله 5000 جنيه يكسبوني 30000 جنيه مره واحده؟ المهم تعرف تشتري امتى وتبيع امتى، هي دي بقى لعبة البورصة وشغلتي أنا. وأنا شغلتي أقبض منك الفلوس وأخدها بقى. لا اوعى، لازم تشتري أسهم تانية، وما دام دخلت البورصة يبقى لازم تكمل. طيب ماشي خلاص، اشتري لي بيها بقى أسهم من بتاعت اللي هي الشركة بتاعت الاتصالات السرية دي. للأسف اتعرفت وبقت علنية. طب وعمل إيه؟ اشتري أسهم إيه طيب؟ أنا شايفة فيك كده إنك شاب طموح، وأنا بصراحة برشحك بقوة انك تكون وكيل شركة الاوراق المالية بتاعتي. وكيل شركة الاوراق المالية؟ اشتغل ايه يعني؟ تجيب لي ناس بيثقوا فيك يشتروا اوراق مالية من عندي. ايوه بس هجيب لك الناس ازاي يعني؟ اولا انا قلت الجماعة اصحاب البازارات صحابي يعني كلهم رفضوا، حتى اهلي بيتي نفضولي. ده كان زمان، لكن انت دلوقتي كسبت والوضع اختلف يا دولة. يا دولة. بيبي بيبي، خد الفلوس دي اشتري لي بيها اسهم. يا سلام، وفين كتاب بورصة النفوس امال؟ لا 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 خلاص قطعته يا عادل، انا عرفت ان هو بيخسر اصلا يعني. خد. ماشي، دول كام دول؟ 2500. حاضر، 2500 رانيا. عادل عادل، خد ال 5000 جنيه دول شغلهم لي في البوسطة بتاعتك. برضو يا ماما لسه مصرة ان هي البوسطة اسمها البورصة يا ماما. البورصة البورصة البوسطة، اه كله بيجيب فلوس، بس البوسطة بتاعتك انت بتجيب فلوس اكتر. ماشي، ما كنتيش مصدقه من الاول. حاضر يا ماما، عينيا ليكي. 5000 جنيه ماما. عادل يا عادل، من فضلك خد ال 3000 جنيه دول، ومن فضلك من فضلك اشتري لي من السهومات اللي هي بتكسب دي. السهومات اللي بتكسب؟ حاضر يا حماتي، 3000 جنيه حماتي. وانا كمان يا ابي. وانت عايزه ايه يا نجلاء؟ اصلي ما كنتش اعرف ان البورصه بتكسب قوي كده. واديك عرفت انها بتكسب، عايزه بكام؟
500 جنيه اهم. 500 جنيه نجلاء. حاضر يا بابا. الله. ايه يا بنت انت عايزه ايه؟ خد الفلوس اللي في الحصاله واشتري لي بيها اسهم. اسهم؟ عايزه اسهم ايه؟ اسهم من شركه المصاصات السريه. المصاصات السريه. يسلم على الدكتور. 17 قرش ياسمين. لسه سهام جت دول اهي. يا سلام مواعيد بورصه صحيح. اوكي ان شاء الله. ازيك يا عادل؟ اهلا وسهلا. بتقول سهم شركه الكراتين والفل الصناعي وصل 5000 جنيه؟ بيه طبعا. يا سلام الكراتين والفل 5000، امال الحديد يبقى كام بقى؟ وشركه البلالين وصل 10000؟ ده الاسبوع اللي فات كان ب 35 بس. البلالين بقى البلالين خليه بيع خليه بيع. بقيت هايل يا عادل. بيع طبعا. سلام. اهلا وسهلا. اتفضلي قومي يا زفت قومي. اتفضلي. اهلا وسهلا يا استاذه سهام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله يا حضرتك منورانا. وحضرتك دي الفلوس اللي انا جبتها بقى من كل الاسره عندي، يعني امي واختي وكله كله جبت منهم فلوس. يعني انت بقيت هايل في البورصه يا عادل. امال فين فلوس التجار اصحابك؟ التجار اصحابي على وصول، انت عارفه طبعا يعني التجار بيحبوا يشوفوا كل حاجه بعينيهم. اوكي. وعمولتك طبعا محفوظه. ربنا يخليك. اهم حاجه بقى احنا المره دي هنحط الفلوس في اسهم انا وشركه. شركه تلج اسوان. تلج اسوان يا نهار ابيض. دول هي اسوان دي فين؟ دول اسوان دي بعيد جدا. يلا يعني عارف وانت في اتجاه بنها بقى كده بس مش شايفه انه بعيد يعني اسوان دي؟ ايه يا عادل ما تبصش تحت رجليك، انت لازم تبص لبعيد. ايوه بس دي اسوان مش بعيد عادي، دي بعيد جدا. امال يعني انت عايز تكسب وانت قاعد كده؟ لازم تتحرك شويه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. المعلمين وصلوا هم زي ما فهمتك بالظبط. ما تقلقيش ما تقلقيش. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا معلمين اتفضلوا. اهلا وسهلا. ارستوا ونورتوا وشرفتوا. معاكوا الاريسه سهام الاسهمي، خبيره في البورصه وصاحبه شركات المكاسب السريعه الخياليه الفظيعه في البورصه. اهلا وسهلا. اسمع على مسمى فعلا خيالي خيالي. ما تتخضيش منه، يعني هو مندفع كده بس هو اساسا اقرع ونزهي يعني. واحنا فلوسنا جاهزه معاك يا معلم عادل. بس بس ايه؟ لا انا كلامي ثقه. احنا واثقين فيك طبعا، خصوصا بعد لما كسبت في شركه الاتصالات المخفيه. هي السريه بس المخفيه تعدي برضو يعني. واحنا هنحط فلوسنا في اسهم انهي شركه يا معلم عادل؟ ان شاء الله هتحطوا فلوسكم في اسهم شركه تلج اسوان. تلج وفي اسوان كمان؟ ايوه تلج في اسوان. اتصرف العموله هتضيع منك. اتصرف الحموله هتضيع منك. عملت في مراخيرها كده. يا جماعه بالنسبه لتلج بالنسبه لتلج اسوان يعني يا اخوانا، التلج ده اهم حاجه في الصيف، وبعدين الصيف السنه دي هاجم هجمه شنيعه فظيعه قويه جدا. مين فيكو ما بيشربش في الصيف عصير قصب؟ محدش. مين فيكو ما بيقعدش على القهوه ويطلب كوبايه شاي ومعاها كوبايه ميه مشبره؟ محدش. شفتوا؟ عشان كده اهم استثمار يا اخوانا نستثمره في الاسهم بتاعه التلج بتاع اسوان. واحنا واقفين يا معلم عاد. انا عن نفسي هحط كل فلوسي في الاسهم. وانا كمان. وانا اديني فرصه يومين ثلاثه اذا ربما البيع بضاعتي اللي في البازار وازود بفلوسها سهومي في البورصه، ولا غلط؟ لا صح، وانت عمرك تقول حاجه غلط خالص يا معلم تيتي، يعني كلكم هتاخدوا اسهم ان شاء الله. بتعجن ماشي ورايا عمال بتخبط فيه ايه؟ قول لي النهارده ايه؟ النهارده تاني يوم يبقى الاثنين وتالت يوم يبقى الاربع وخمس. انا بقول لك على حسب الاسبوع الفرعوني النهارده. انا عارف النهارده ايه. خلاص خلاص. بس المشكله لغايه دلوقتي سهام الاسهمي ما اتصلتش ولا جت. الا صحيح دولا في سؤال محيرني كده وانا اقوله لك؟ اسال واخلص. هي الانسه سهام دي متجوزه ولا مطلقه؟ هو ده السؤال اللي انت موترني؟ انا بقول لك انا مش طايق نفسي، انا متوتر جدا عشان موضوع البورصه اللي انا فيه ده. ماشي دولا. دولا هي البورصه دي مرات البورس يعني؟ انت اللي اساسا شبه البورس اللي دينه مقطوع. ابعد عني السعادي ابعد عني السعادي.
سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معلم تيتش؟ اتفضلوا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا، منورين. اهلا وسهلا. هو ده بقى معدنا. بشرني بقى، كسبنا كام؟ كسبنا اكيد يعني، بس كام لسه هنشوف يعني ان شاء الله. بس هي بورصة معروفة بتكسب يعني. الو، السلام عليكم. مين؟ الأنسة سام. الأنسة سام. والله العظيم ألف مبروك. يا الحمد لله رب العالمين. مع ألف سلامة وش سعد. مع السلامة. قالت لك ايه؟ لا يا دول، انا عايز الحلاوه الاول علشان الخبر الحلو ده. اخلص. قالت لك ايه؟ وانا اجيب لك يا سيدي اربع خمس علب حلاوه. قول. قالت لي يا دولة ان التلج ساح والاسهم كلها خسرت. التلج ساح. التلج ساح. التلج ساح. بيبي، ما قلتليش عملت ايه في رحله اسكندريه اللي قلتلك عليها امبارح؟ بالنسبه لرحله اسكندريه، انا لغيتها ولغيت كل الرحلات. لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رايي؟ واخد رايك ليه؟ ده قرار انا خدته وخلاص يعني، عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنه دي؟ يا سلام، حوش حوش. اللي يسمع كده يقول البت مقطعه البلاجات يعني. برضو حضرتك ما جاوبتنيش. انا مش فاهمه ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحله من غير ما ترجع لي وتاخد رايي. قرار، خدت قرار. اول حاجه ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات، وضع طبيعي يعني. يا سلام يا خيف، انت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق. ما ده وضع طبيعي. بتريق. ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئه دلوقتي؟ انا فعلا كنت متخيل انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى؟ رجل من العصر الحجري؟ طبعا. لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع لسيده المنزل، يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بص يا رانيا، بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا لا بنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي زي ريموت التلفزيون ده، ما هو في ايدي، بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز، لان انا راجل بيت. عادل، على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهه اللي انا بهرب منها يا هانم؟ انت عارف بقى، انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل، واجهني واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه؟ في الدول الاوروبيه بيعملوا ايه يعني؟ اواجهك ان نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي، انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه، ان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي بيعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل بالانتخابات، بيختاروه هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا، الكلام ده بيعملوه في اوروبا، لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي. يعني انت فاكر نفسك السيد ولا ايه؟ انا عايزك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامي؟ يا نهار اسود يا بنتي، انا واثق من نفسي تماما. انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياة ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص. بص انا عايز اقول لك حاجه، انت ما تخش قدامي في الانتخابات، انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف، بقول لكم ايه، ما تكبرهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي. قول، عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد، انا ما تفرقش معايا، خلاص انا داخل الانتخابات. داخل الانتخابات. اوكي، هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي، بعد 3 ايام واحضر الحمله الدعائيه بتاعتي. وهتتبهدلي، هتتبهدلي يا رانيا. طيب المعركه هتبقى هنا في البيت، وكل واحد في البيت هو يكتب اللي هينتخبه في ورقه، ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد، بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك، اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما. انا هجيب رمزي، هو اللي يفرز الاصوات، وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر، انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي، هذه هي الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا، يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كلت عيالها، القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي، انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه والافرو اسيويه. جيت بحياتي يا عيني، ما شفت زي. الفرح فيك اللي انت
عامله ده يالا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت مشغله؟ يعني الزبون بدل ما يخش يشتري يخش يعيط؟ يا دولا بقى الاغنيه دي انا دولا اثرت فيا قوي يا دولا، كتاب حياتي ده ولا دولا دي اغنيه جديده وحلوه قوي، انا حاسس ان هي معموله علشاني. هي ايه اللي معموله عشانك؟ وبعدين الاغنيه دي مش جديده، الاغنيه دي من قبل ما تتولد يا ابني، وفين هي حياتك دي اللي عاملين لها اغنيه؟ على فكره بقى دولا انا قصه حياتي دي بقى تنفع فيلم. اه تنفع فيلم اسمه غباء في غباء. دولا ايه رايك طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجمهور كده. طب ما ايه رايك نسميه دماء في البازار واقوم اشلفطك دلوقتي. انا اسف يا دولا انا اسف. وفين كتاب حياتك اللي انت عمال تعيط عشانه ده؟ فن الزراعه القمح ايه؟ كان نفسك تطلع بليله يالا، تعال عايز يخرب بيتك الممسحه اللي احنا بننظف فيها الارض بتبوظها بالدموع بتاعتك. انا اسف يا دولا انا اسف. هي انا دولا عايزني في ايه بقى يا عم؟ شكلك كده يا عم معاك منتج وعاملها لي مفاجاه صح يا دولا؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي، انت محتاج ملجا يا ابني، انا عايزك في حاجه تانية خالص. اه عايزني في حاجه تانية. اه يبقى اكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطوله الفيلم. ماشي افكر يا دولا افكر. تفكر في ايه بس يا عم رمزي اباظه؟ بطوله فيلم ايه يا ابني؟ لا انا عايزك في موضوع يخصني انا. ايه يا دولا؟ انا رمزي داخل الانتخابات وعايزك تقف معايا. طب يا دولا ما رشح نفسنا كمان يا دولا. يمكن يمكن ايه ترشح نفسك فين يالا؟ هو في حد عارفك غيري؟ وبعدين دي مش انتخابات انتخابات، لا دي انتخابات عائليه، اللي هيفوز بيني وبين رانيا هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت. الله يا دولا الله، انا بموت بقى في جو الانتخابات يا دولا. وعايزك بقى يا رمزي تبقى انت اللي هتتولى الحمله الدعائيه بتاعتي. انا الله وانتخبوا مين دولا وحبايبكم مين دولا؟ انتخبوا مين دولا وحبايبكم مين؟ يا فرحتك فيا يا رانيا يا فرحتك فيا. وهعمل لك بقى يا معلم زفه بقى في الشقه كده، زفه بلدي كده عشان زفتي يا زفتي. وانا اتجوز بقول لك انتخابات، انت لا يعتمد عليك ابدا. انتخابات يالا انتخابات، زفت ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نعمل خطة محكمة نسيطر بيها على أصوات البيت كله يالا. ايه رأيك يا دولا بقى احنا نعمل سطو مسلح ونقفل الصناديق بتاعت الانتخابات أو نرميها في النيل؟ يا ده احنا طالعين نسطو على بنك يالا. لأ نسيطر على الأصوات اللي موجودة في البيت، يعني نخليهم كلهم يميلوا ليا، وخصوصا أصوات أمها وأختها الرخمة دي. أيوة دولا أنت بص تعمل زي النايب بتاع بلدنا دولا، تقول لهم أنا لا إن أنا يعني لو نجحت في الانتخابات دي يعني هعمل لكم عمرة. عمرة؟ يا والراجل النايب بتاعكوا ده كان بيطلع الناس عمره فعلا؟ لا يا دولا كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعيت لكم هناك وانا في الحج وكتبت لكم حجه. لا 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 ما ينفعش معاهم الكلام ده، الناس دول مكرين يالا. طب يا دولا انت تهددهم يا دولا انك لو ما نجحتش في الانتخابات دي بقى هتزعل منهم، وعرفهم ان زعلك ده وحش ومش طايقهم يعني. ايه 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 تفكير العصابات ده يا ابني؟ ما اقتلهم احسن. لا 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 ولا رمزي انت افشل مدير دعايه يمسك الانتخابات. يا دولا والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولا. انت عايز مصلحه السجون يا هلا. طيب قول لي بس هنعمل ايه بقى؟ بص احنا نوزع هدايا، نقول كلام حلو مش بالمطوى يالا ونضربهم. انت في عرسه في بقك ولا ايه؟ الله يا دولا الله على الدماغ الكبيره يا دولا، هي دي الانتخابات يا دولا. المهم دلوقتي عرفت هنعمل ايه بالظبط؟ لا يا دولا بس مش ده كله المهم، يعني المهم بقى امتى الانتخابات يا دولا؟ انا سخنت خلاص. الانتخابات كمان يومين يا رمزي، وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاصوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا. وكمان هفرز اصوات؟ لا 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 بلاش بلاش تفرز الاصوات. لا يا دولا يعني لا انا فرحان يعني، ايه الثقه دي يا دولا؟ والله إيه انا بصراحه دولا انا بشكرك بشكرك بشكرك. شي يعني كل ما في الموضوع ان احنا مش لاقيين حد يفرز الاصوات غيرك يا سيدي. يا دولا ده انا بقى ابو الرماميز هعمل لك شويه دعايه لوز. اهم حاجه بقى في الدعايه يالا رمزي انك انت تعمل شويه يفط تزغلل العين يالا. تزغلل العين؟ اه اطمن يا دولا هعمل لك بقى على كل يفطه مرايه. فرحتك فيا يا رمزي فرحتك فيا. عادل جوزي وانا عارفاه لازم نبقى قد التحدي، عشان كده لازم نعمل خطه تنفيذيه رائعه عشان نكسب الانتخابات. يا حبيبتي انت دلوقتي عندك مشكلتين، او بمعنى اصح عندك مصيبتين، امه القرشانه واخته ام لسان قد كده. برافو عليكي يا نوجة انك قريتيها، عشان كده لو كسبنا اصواتهم اكيد هكسب الانتخابات. مش هتقدري يا حبيبتي، دول ان دول بونيش، دول حاجه بيئه حاجه عره كده، ما اعتقدش انت هتقدري. معلش يا مامي انا هعرف اتحمل واقرصها نفسي واتعامل معاهم عشان خاطري تحملي انت كمان. ولعلمكم انا عندي حتة
حته فكره صايعه موت. الواد الزفت المهبهب على عينه اللي شغال عنده في البازار رمزي عامل مدير اعماله، انا بقى هخليه يبقى مدير اعمالي ويعمل لي دعايه فجره علشان يعرف ان الناس اللي مشغلهم دول مقرفين وبيبيعوه في لحظه. برافو عليكي، دي بقى فعلا تفكيريشن في الليجن، يعني مجهنمه فعلا. يعني انا هروح اكلمه بعد شويه بقى علشان اقول له اعمل لي دعايه، ياي بقى حاجه فظيعه موت يعني. بصي يا ستي، وانا كمان عشان خاطرك انت بس هحاول استحمل ام واخته دول لحد ما تنجحي في الانتخابات، وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه يا نيويو. ربنا يخليكي، ده انا هظبطكوا تظبيط مش قادره اقول لك. انا قايمه دلوقتي هروح اقعد بقى، ايه اصل امه واخته بره، فهحاول بقى اثبتهم واسايسهم وكده يعني. بليز يا مامي هاتي شوكليت انت ونوجا وتعالي نثبتهم مع بعض، كلنا نقعد نثبت بعض. يلا وزاره فيهم الشوكولاته دي ومضروبها كانوا حياتهم خالص. زباله زباله زباله. جيتوا؟ طبعا يا جماعه احنا ستات زي بعض يعني، والصح ان احنا نقعد جنب بعض في الانتخابات على اساس ان احنا نمشي راينا في البيت ويبقى راي نسائي بحت. اتفضلي يا انعام، شوكولاته عمر ما بقك ذقها في حياتك، لا انتي ولا سناء ولا في الاحلامات. تستاهل بقكوا. قرصيني يا بنتي، احنا في حلم ولا في علم؟ لا في علم يا ماما. كملي يا رانيا كملي. يا جماعه انا عندي برنامج انتخابي مبهر وتحفه، ولعلمكم هيحقق العدل والمساواه الفكريه النسائيه. الفكريه دي واحده قريبتكم؟ بنيش بنيش عقول. يا حبيبتي يا انعام، يعني فكريه ان كل واحد هيفكر بدماغاته لوحده ويبقى هو اللي بيختار بحريته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سونسون يا حبيبتي؟ سونسون؟ هي وصلت لدرجة سونسون؟ ده احنا نعمل انتخابات كل شهر بقى. وحشتوني جميعا يا اسرتي العزيزة. انت كمان وحشتنا يا حبيبي، لكن ايه ده كله؟ والله انا يعني قلت بدل ما ادخل وايديا فاضية وانا جاي من البازار كده اجيب لكل واحدة فيكم هدية. خد يا حماتي، خد يا نجم. سلام، ده انت عمرك ما عملتها، اول مرة تعملها يعني تفك كيسك. مش اخر مرة، خلي بالك كل يوم من ده. تعيش وتجيب يا حبيبي. دي المجايب ولا بلاش؟ مش شوكولاتة وبرنامج انتخابي. بالنسبة لماما وبالنسبة لحماتي العزيزة، اوعدكم السنة دي ان شاء الله هطلعكم عمرة. عمرة؟ منين ان شاء الله؟ انت لقيت اكل يا ابني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا هناك هدعي لك والله. وانا كمان هدعي لك وهجيب لك بخور. بالنسبه ربنا يخليكي، بالنسبه لك انت بقى يا سناء، انا هدفع لك مقدم عربيه جديده وانت تدفع لي اقساط بعد كده للبنك. ده حلم حياتي يا عادل، حلم حياتي ان يبقى عندي عربيه. انت يا بنتي انت هتصدقيه يا بنتي؟ ده معوش فلوس تجيب لك عربيه فول حتى. هجيب لها عربية فول اوتوماتيك. بالنسبة لك انت كمان بقى يا نجلاء، هتطلعي رحلات مثلا 3-4 رحلات كل شهر، بالاضافة ان مصروفك هزوده زيادة مبالغ فيها. اسمع كلامك اصدقك، اشوف مصروفك استعجل. خلاص ضحك عليكوا صدقتوا وريلتوا يا بنتي. يا سناء الحياة مش فلوس وبس يا سناء. فعلا فلوس وعربية. فول اوتوماتيك، فول اوتوماتيك. تسمعك تسمعك، الو الو الو، فراشة الحاج رمزي تقدم الان نبدا التجارب، ولما هنقول انتخبوا مين هتنتخبوا طبعا دولا. دولا رجل البيت ورجل البازار، الرجل الشهم، الرجل الشهم دولا حبيبي. ايه عادل عادل عادل، الصمت الصمت الصمت. ولما هنقول رانيا يعني الجمال، يعني الشهامة، يعني الست لما تبقى بمية راجل. انتخبوا رانيا. رانيا 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 رانيا. يا ابني اخلص يا ابني اخلص يا ابني، روح لم بسرعة الأصوات، اتكل على الله. ماشي دول خد. أنا واثق من الانتخابات، واثق من كل حاجة، اتكل على الله. دلوقتي يا جماعه انا ريحت ضميري، ريحوا بقى ضميركم انتوا كمان. يلا ريحت ضميرك ايه يا ابو وشين؟ انت عندك ضمير؟ انت مع مين فيهم يا نؤنو؟ انا مع اللي يكسب طبعا، انا بشجع اللعبه الحلوه يا حبيبه قلبي. بس عليك حد. يا ترى يا ترى احنا عملنا اللي علينا. رانيا رانيا دولا رانيا دولا. والان نبدا في فرز الاصوات. ايوه يا رانيا.
يا ابني من غير ما تفرز ولا حاجة يا ابني، انتوا كلكم واهمين، أنا كده كده كسبان، افرز يعني افرز. الورقة الأولى، أنا شايف في عينيكم الدهشة والانتظار، الورقة الأولى مكتوب فيها عادل. أشكركم يا جماعة على ثقتكم الكبيرة دي، وده طبعا كان منتظر، وده يعتبر أول شعاع من أشعة شمس النجاح. ودلوقتي يبقى 1-0 النتيجة، 1-0. هنفرز الورقة التانية، يا ترى يا هل ترى يا هل ترى. رانيا. أنا قلت لكم، أنا قلت لكم، أنا قلت لكم شمس النجاح فلسعة يا عادل، والسما بتمطر جحيم. لسه بقيت الانتخابات ولسه بقيت الاصوات تفرز. دلوقتي يا جماعه ما تنسوش النتيجه 1-1. 1-1. ودلوقتي هيبقى 2-1. يا ترى لمين؟ يا ترى لمين؟ لعادل. عادي عادي، 2-1. عادي عادي، 2-1 مين يا ابني؟ لسه في ورقه ناقصه، انت حتى فوت يعني. يعني من غير ما يبص في الورقه معروفه النتيجه. يا جماعه الامل لازم يبقى معانا طول الحياه، الامل هو اللي ادى صوته لرانيا. رانيا رانيا رانيا. بس كده 2-2، كده 2-2، هنعمل ايه دلوقتي؟ كده 2-2، مش عارف، ومفيش ورق جوه، مش عارف ليه. ده عادل، ده ظلم، ده لا ما ينفعش يا جماعه. احنا كده مفيش قدامنا غير ان احنا نعمل ضربات جزاء، وطبعا لو عملنا ضربات جزاء عم منصب اللي هيقف ممكن هينصفها هي بكوسه. هتعمل ايه يا فالح يا شاطر يا عدل؟ لعلمك هدايا ما برجعش. ما انت ما عندكيش مشكله يا سناء. يا اخوانا يا اخوانا، احنا لو عملنا الانتخابات دي 100,000 مره النتيجه هتطلع هي هي، عشان واضح جدا ان كل واحد بينتخب اللي بيخصه. ماشي ماشي، ما دام كل واحد بينتخب اللي يخصه، هاتيلي بقى الساعه اللي انا اديتها لك يا حماد. لا جميع يا بابا لا، وبعدين البت سناء دي قالت ان مفيش اي هدايا هترجع. وبعدين بقى في الاهم من كل الحاجات دي، اهم صوت، اهم صوت في البيت. ايه هو بقى ان شاء الله؟ ياسمين. انتوا ناسين ياسمين؟ ياسمين دي اهم صوت موجود في البيت، وهي اللي هتقرر مين فيهم اللي هيكسب. ايه رايك يا ياسمين يا جميله في الهدايا الكتيره جدا اللي باباكي جابها لك؟ حلوة قوي يا بابا، ميرسي. بس بصراحة يا بابا، انت اول مرة تعملها معايا وتجيب لي اللعبة دي كلها. يا حبيبتي، عشان النهاردة عيد الطفل. ربنا يخلي لك بابا يا حبيبتي. بقولك ايه، اسمعي كلام بابا. لا 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 لا، ياسمين دي جميلة وشاطرة جدا وأمورة جدا. وبتسمع كلام بابا جدا، وما سمعتش بالذوق هتسمع بالعافية. بابا انا مش فاهمة حاجة. بصي يا حبيبتي، انا افهمك. عارفة عمو رمزي الغبي؟ طبعا. عمو رمزي الغبي ده بقى هيجيب لك ورق كده، هو صغير كده، هو عشان تكتبي عليه حاجة. هتكتبي بابا، اوعي تكتبي ماما، بابا مش ماما. هتكتبي ايه؟ بابا مش ماما. لا ما تكتبيش مش ماما، اكتبي بابا بس. حاضر يا بابا، هكتب بابا بس. شفتي يا أمي؟ شفتي مامي جابت لك حاجات جامده جدا موت، هدوم تحفه كلها ليكي. بصي يا مامي، ربنا يخليكي ليا انتي وبابا. بصي بابا جاب لي اللعب حلوه ازاي، بصي العروسه والحاجات والمسدس. بصي المسدس ده من ايه؟ اسمك الهبل اللي انتي بتجيبي اللعب دي، الهدوم اللي انا جايبه لك، ايه ده ايه ده؟ جايب لك مسدس؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ ده عايزك تطلعي مجرمه وقتلت قطه، ايه العبط ده؟ ارمي يا شيخه في الزباله، بلاش قرف. بصي يا ماما، اللعب حلوه وعجباني، الا اذا بقى لو كنتي عايزه تاخديهم. لا يا حبيبتي مامي، قصدها ان في فرق كبير قوي ما بينها وما بين بابي. بابي جايب لك شويه لعب ولعب خرده، انما مامي بقى الحلوه دي جايبه لك لبس، ولبس من الغالي كمان. ايه يا حبيبتي بقى، مش معقول ياسمين فهمانانا كل الحاجات دي وعارفه كويس قوي الفرق بين اللعب البلاستيك السكه دي والفساتين الحلوه الكميله اللي هتدي قمر بيها؟ بصي يا ماما، انا اعرف ان اللعب حلوه واللبس حلو. طب بصي يا قطه، بس انت بتحبي مامي حبيبه قلبك وبتسمعي كلامي واللي اقول لك عليه، تعملي انت عارفه عمو رمزي؟ عمو رمزي الغبي الزفت. عمو رمزي اشتهر ولا ايه؟ ما علينا، عمو رمزي الزفت ده لما هيديكي ورقه ويقول لك اكتبي فيها، هتكتبي مامي مش بابي، مامي مش بابي، مامي وبس.
الو الو تسمعك ولا اخلص من شغل الموالد ده وروح لم الاصوات اتكل على الله. ايه دول يعني مش هتسيبنا دول اقول الكلمتين اللي واقفين في زوري يا دولة؟ بالعكس سيبهم واقفين في زورك عشان نخلص منك. يلا يلا يلا. حاضر يا دولة. ما هم عارفين من الصبح ان في انتخابات. يلا. ياسمين يا حبيبتي طبعا عارفه هتعملي ايه. طبعا يا ماما تقلقيش. ياسمين حبيبة بابا اوعي تنسي بابا يعني اللعب يعني الهدايا يعني الميراث. طبعا يا ماما تقلقش. ماشي ياسمين يا حبيبة قلبي اهو اهو الصندوق قد ملئ قد ملئ قد ملئ. اخلص اخلص عشان بس ايه يعني كده اهو. والآن مع الفرز الأول والأخير من الانتخابات الشرعية. الورقة الأولى يا جماعة. عادل. واحد صفر. أدي أول ورقة. الثانية هنسحبها على طول بتقول فيها رانيا. يعني واحد واحد. يا رب الماتش يعدي على خير يا رب. إن شاء الله. الورقة الثالثة الثالثة بتقول عادل يعني اثنين واحد. عادل عادل عادل. دول حبيبي. ورانيا يا جماعة رانيا يعني اثنين اثنين. تاني اثنين اثنين. الورقة بقى الأخيرة. الورقة دي الفيصل والهرم. هنقول فيها ايه ده برضك تعادل يا دول ازاي مكتوب فيها بابا وماما. ياسمين اصل انا خفت اكتب بابا ماما تزعل وخفت اكتب ماما بابا يزعل وبعدين بحبكم انتوا الاثنين فكرتكم انتوا الاثنين. يا ياسمين يا سلام يا ياسمين يا طلعت اعقل واحده في العيله كلها. تعمل ايه يا رمزي؟ مش عارف يا دولة حمارت حطمس التالت ده كل ما نضف تحتيه يعملها تاني. سيبك من حمارت حطمس ده واجري على تمثال بتاع رمسيس التاني زمانه ذروة الدنيا تحتيه. يلا عينيا يا دولة. الو يا حمادي. ايه الاخبار؟ ايه رانيا بتهرش؟ يعني انا مش فاهم انا اعمل ايه يا حمادي؟ ما تخليها تستحمى ولا الماء مقطوعه يعني. بتهرش في راسها وفي ظهرها جامد. مش طايله ظهرها يا حمادي يعني انا اعمل ايه يعني؟ دولا خليها تهرش بعصايه المقاش. بس يلا بس يلا. بص يا حمادي خليها تهرش بعصايه المقاش. ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس اجري. حماتي عندك المسطره بتاعت ياسمين ال 30 سنتي خليها تستعملها. اللي بتتني اختها خلاص بتهرش لها. طب انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حماتي؟ يعني اجي اهرش معاك ولا ايه؟ ايه عايزه دكتور؟ في نفسك كده قومي استحمي. استحمى ايه يا ياسمين؟ الموضوع اكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي. يا امي مامي ارجوكي انا في نار في جسمي هموت. معلش حبيبتي بقى استحملي شويه. عادل كلم الدكتور والدكتور زمانه جاي. يا بنتي انت اول مره يحصل لك الكلام ده. من اعمالكم سلط عليكم. يا شيخة حرام عليكي بقى حتى وهي في الحالة دي بتشمتي فيها. بس يا بنت مفعوصة انت يا مقروضة. روحي خدي لك حمام ولا استحمي ولا انضفي بدل ما تترمي هنا جنب اختك. دكتور وصل يا جماعه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا جماعه اطمنوا ما تلاقوش مفيش اي حاجه. ايه ده وريني كده. مش ممكن. ايه ده وريني ايدك. ايه ده انت ازاي ساكته على نفسك كل ده؟ لا ما حضرتك مش ساكته دي عماله تهرش من الصبح. طب وانتوا ازاي مستحملين وقادرين تقعدوا معاها بالطريقه دي؟ وحضرتك احنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش فهي مستحمله بقى نفسها وخلاص. ما تقول لنا يا دكتور في ايه بس طمني من فضلك. ما تلاقوش هي عندها شوية سكابس. سكابس؟ بنتي عندها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي هو الحب ده اللي مخليني استحمل حالة الهرش الفظيعة واقاومها. معلش يا دكتور حضرتك انا جاهل بس شوية يعني ايه سكابس ده؟ سكابس يعني جرب. ايوه كده بني على حقيقتك البضاعه زائفه. بس يا سلام عيب عيب ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده عيب ما يصحش ما يصحش.
حضرتك جرب يعني؟ ايوه جرب طفيلي ومعدي كمان. الظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقل لها المرض. اكيد القطه اللي على السلم اللي قلت لك ما تقربلهاش دي برضه بتقربلها وتاكليها برضه يا رب. بالظبط كده يا استاذ عادل، هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القططي. انا قلت لك العيله دي كلها جربانه، انت صممت تنسبهم. انت بالذات ما تتكلميش، فاكره لما جالك تانية وانت صغيره؟ لا ده انا كنت بحميها بالليفه كل يوم، ده وراثه عن ابوك الله يكحمه. بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ماما. طيب. ايه يا دكتور حضرتك هتكتب ايه بالظبط؟ دي شويه مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمده اسبوع. والنبي يا دكتور، بس والنبي المراهم خلي ريحتها تبقى حلوه شويه. يا ريت يا دكتور يبقى المرهم بريحه الفل لو سمحت. اللحظات اللي انا فيها دي ما ينفعش خالص السخريه واستفزاز المواقف. خلاص انا اسف يا رنا، انا اسف. كتبت يا دكتور؟ ايوه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تكون معزوله عن كل افراد الاسره لان المرض ده معدي وخطير جدا. يا حبيبتي يا ماما انا هخليكي جنبي. تعالي يا ياسمين، سمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرض طفيلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا اللي في سنك، ابعدي عنها خالص، بوسيها ابعدي عنها ما تقربلهاش خالص. متشكرين جدا يا دكتور. الوداع. قولوا لها مع السلامه. الوداع. عادي هتبوسي عادي. بوسه؟ ايه الطلب الغريب؟ عمرك ما طلبت مني طلب زي كده. موبايلات بقى يا رانيا. ها؟ عادل. يا بابا. تعرف يا لا رمزي طبعا عارف يعني انا بحبك قد ايه. يا دوله بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعه قدامك كده وان حتى ما طلبتليش كوبايه ماء ساقعه. يا سلام، قوي يا رمزي، قد انت ابن عمي. يلا يعني اي حاجه انت عايزها، انا اشرب شاي ونسيتك يعني، بس ولا يهمك. حته. ايوه جاي. امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي طبعا انت عارفه يعني. حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي هنظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه. مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي تانية غير دي. تأمرنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه. يالا تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت. يالا رايت. لا يا راجل. طب يا دوله بقى ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده. شكرينا حته وش يا باشا. طيب مشكرين. تعرف يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولة المخ. ياه جوعتني يا دولة جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تاني عشان هموت من الجوع. انت ياد مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولة ده كان من زمان يا عم. زمان ايه يا ابني؟ ده جملتين فات وارجع للحوار. ايه يا دولة بقى انت تقعد تعد عليا كلام؟ يا دولة قول لي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب رضعة اله الطفولة على النار. بص بقى يا رمزي بصراحة يعني انا عايزك. رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دولة، الف ده عايزة شربات يا عم دي. عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك اسكربيس باذن الله. سكابيس اسمه، الراجل الدكتور بيقول لي اسمه سكابيس، بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا يعني، تساعدها تشوف طلباتها تشتري لها حاجات كده اهو، وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من السكابيس اللي عندهم دول، وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك السكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دولة. طب دولة انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟ صراحة يعني يا رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده يعني، عارف ماليش تقل عليه. ليه يا دولة؟ هو إيه ده؟ إيه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني، إن شاء الله يجيلك بإذن الله. اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ أيوه هو ده. وبعدين أنا مش مشكلة، أنا ممكن أخدمها، بس أنا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الإسكابيز ده ممكن أنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها إسكابيز هتقطع في بعض. لا يا عم ايه ده، دي تبقى مصيبة يا عم كده هون بقى. اذا عرف السبب كتر العدد. انت شغال ياد في سوق الليمون ياد، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت تعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دولة. خلاص انا هراعي مراتك رانيا، بس دلوقتي يا دولة افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده اهو. لا ما تقلقش الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دولة؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحاله يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى جالي ست مرات بقى دول. لا يا راجل. ده اخرهم امبارح بالليل. انت عندك جرب من امبارح بالليل؟ دول.
طيب هتكلى على الله. ليه دولا؟ استني الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي. استني ما تلمسيش الخشب عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي اوكي. استني ما تاخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كلي ببقك على طول. كلي ببقك. لا انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل، حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا ببقك وانزلي يلا. مش عارفة اكل زي القطط، حرام عليك يا عادل، موت. مش عايزة اكل يا عادل. خلاص انا هاكلك انا بطريقة تانية. بصي هاكلك ايه ده؟ استنى ما تقلقيش هاكلك بطريقة الحتف، واخدة بالك؟ دي طريقة هايلة ومضمونة، بس أهم حاجة ما تلمسيش أي حاجة بإيديك. يلا المشمشاية دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشاية افتحي بقك يلا. هوبا. ايه ده؟ طب ما تحدفلي بقى سوداني ولا موز بالمرة؟ اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رنا. عادل انا طاقيه، انا مش قادره استعمل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحفظه اللي انا فيها دي. بصوا بقى يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان نتكلم في نظام المروري اللي هيتبع ان شاء الله في الفتره اللي جايه جوه الشقه هنا. نظام مروري ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك في ميدان التحرير؟ اكتر يا ماما من ميدان التحرير. اللي انا بعمله ده يا جماعه حرصا علينا ان احنا ما ناخدش العدوى من اسمها ايه، رانيا مراتي يعني. فعشان كده انا حريص عليكم يا جماعه، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلم لي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام، توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنعه بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى يا سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما؟ عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول على اختك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله ب2 طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد 2 كب الف 4 زائد مغنيسي صوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملت لي طريق مخصوص لي اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. انت اعمل لك طريق هاي واي واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. براحتها حبيبتي، اعملي حسابك وانزلي بدري شويه. على فكره بقى دولا، ممكن يبقى في حل تاني خالص الموضوع ده اهو. بص احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه، في حاله الاختناق بس، عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض. بس 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 الله يا عادل، الله يا حبيبي، الله. بصراحه يعني الانظمه المروريه دي سمه من سمات الدول المتحزلقه. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم، انا ما اقدرش امشي من الاوضه بتاعتي لحد المطبخ. من فضلك اي نيد تاكسي. لا يا حماتي، من غير تاكسي ولا حاجه، انا هعمل لك طريق خاص يطلع من اوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونه الدائري. ماما اعمل لك ايه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعه الشغل والمدارس بتاعه العيال، هتمشي بسهوله قوي يعني. طب بابا انا ازاي بقى يا بابا هلعب في الشقه براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي، تقدري تلعبي في الشقه براحتك خالص على الخطوط الخضراء، بس ما تروحيش لا يمين ولا شمال، اما هتاخدي مخالفه يا ياسمين. تاخد ايه؟ تاخد مخالفه ياسمين؟ بقول لك ايه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين،
وانا معاكي يا حبيبتي. سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه؟ عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لف لهم. ماشي دول هنا كده كملنا بقيه اليوفط وكله هيلتزم وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع. اتفقنا؟ اتفقنا يا دولا. نزل ايدك. وبعدين يا رمزي وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دولا حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي، ده هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دولا، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شيء سادة بس. حته يا حته. ايوه جاي استاذ عادل. امورنا يا باشا، هات لنا يا سيدي اتنين شاي سادة. حاضر يا باشا. استاذ عادل انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر، يعني سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني في حاجه ضغط على روحك المعدنيه، مشكله مصيبه. هتعمل لي فيها دكتور نفساني؟ مشكلتي ومصيبتي مفيش اي حاجه خالص يا حته، في ايه استاذ عادل؟ من الاخر بقى انا عارف كل حاجه لا مؤاخذه. سيحتني رمزي الكلب. ماشي ماشي على فكره دولا، والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، انا قلت لكل الحته. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي. لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى يا باشا، قول طول. اخلص اخلص يا حته. ايوه يا حته اخلص بقى، اخلص وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي ساده. استاذ عادل من الاخر، الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا 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 لا، اعشاب بقى ودهن رجل الكتكوت والكلام ده كله، ده كل دي التخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده محترم، واد خبير. خبير يعني؟ ماشي ممكن نشوفه، يعني مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني انا مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دولا، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص رصيد ايه؟ ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي ضبط وخلاص؟ مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمن؟ الو الو، ايوه انا عشبه، انا حته. يالا يا الو يا حته. اه في مصلحه كده. في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته. يا اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ فاحنا عاوزين نعالجها. يا ابني مراته جالها جرب. جرب مش حته. هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا عشبه، هكلمك تاني. اصل سامعني بس. ايه رايك يا باشا؟ مش عارف يعني، احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني. يا باشا يا باشا ده متخصص صدقني، والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسرار ومحدش يعرفها. هقول لك على حاجه، عارف الولا كوته؟ الواد ده كان جاله قرع انجليزي في دماغه، واخد بالك؟ وعشبه تدخل في الموضوع ده. الواد ده اتفرج عليه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، شعره ده ضفاير ضفاير. الله، عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دولا. امين امين يا رب العالمين. انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه، يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني. اسرار يا باشا ما حدش عارف عنها حاجه خالص. طيب اتكل على الله بقى، وابقى اطلب لنا عشبه ده وادي له ميعاد ويجي لي البيت ان شاء الله. شكله هو دولا حبيبي. عايز ايه؟ ايه دولا اهو، شقه الاستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذه جرب. طب ما وظيفه الطير رمزي معاك اهو. لا ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسالتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني، لففته على الشقق كلها يا غبي. ايه دولا بقى، ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهبب ايه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل.
عشوب عشبة إلا عشاب. واضح من كمية العشب اللي على الهدوم يعني إنك عشبة طبعاً. على فكرة دول أنا الراجل ده سألت عليه كويس أوي ولقيته بقى فعلاً بيعالج كل الأمراض المستعصمة. بص حضرتك، هي مش مستعصمة يعني، هي شوية جرب بسيط نتيجة إنها لعبت مع القطة اللي على السلم، والقطة دي أصلاً جربانة يعني. كويس إن أنتوا قلتولي إن السبب قطة، يبقى العلاج إيه؟ دهن القطقوط مع عصارة نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون، وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المسألة أبسط من كده. مين يالا رمز؟ أنا ميدو دلكها، أخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبة. إيه يا كابتن؟ إيه اللي أخرك ده كله؟ يا عم اخر ايه، مش اشكال تاخير، وايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني. الجولدن فينجر. جولدن فينجر بتاكلك صوابعك؟ يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا ايه؟ يا استاذ عادل، الكابتن لمؤاخذه دلكها عايز يشوف شغله، علشان لما انا ادهن الخلطه السحريه بتاعتي على جسمها ام هو يدلكها، جسمها يزفلط تبقى تمام. ايوه ما هي دي شغلتي، ميدو دلكها المدلكاتي. تدلك ايه يا؟ ادلكها. تدلك ولا 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 لا، بقول لك ايه، ده انا اهل صعيده، ده انا اذبحك وهلا انت وهو. ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اذبحه هو وهو. لا يا دول انا مش قصدي دي، يعني ايه اهل صعيده دي؟ ايوه لا اهل صعيده، انت ما بتعرفش اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا اقول، طب وانا دول؟ انت لا اهل صعيده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول؟ انت دايما بتخبى عليا كده دولة. يلا انا اهل صعيده، انت بقى اهلك مش معروفين لا صعيده ولا بحير. بص يا ابني، انت نبت شيطاني طلعت لوحدك كده. انا نبت. نبت، واطلع بره وخد دول بره معاك، اطلع بره. يلا دلكها، يلا عشبتها، يلا خبيتها، يلا بره. ماشي. نركز على العلاج بقى يا حبيبتي. الف 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 الحمد لله على السلامة. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع ان اللحظات العصيبة اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا ماما. تقصدي يا رانيا؟ يا بنتي ما تقصديش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد، لما كنت هتاكلي ضفرك بالبيكي. اخرسي انت كمان جربانانه بس في دماغاتك. اخرسي انت ولما بنتك عنها. شات اب يو. وبعدين احنا بنحتفل ليه كده؟ يا بابا احنا مش هناكل التورته. هناكلها يا حبيبتي. طب بابا هي لونها عامل كده ليه؟ اصل متهيألي التورته دي غربانه. لا. ايه ده؟ ايه يا عادل؟ في ايه مالك؟ عايز اهرش لي في الحته دي كده يا رمزي. لا 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 لا. ايوه كده.